بالبداية مسيكم بالخير. طبعا أنا موجود عندي عطوراتي، رجعت هالسنة حرصت أني أشيل نوعين عشان أركزهم في مكان ثاني. شلت الجوزاء والليو، حطيتهم في البوكس الخمس عطور، تكون التركيبة كاملة موجودة في بوكس اللي هو الإمبراطورة وعنبر سبايسي وحب الكبير وليو والجوزاء. صاروا ميني بحجم 30 ملي، الحجم الكبير خليته بس ثلاث عطور اللي هو العنبر السبايسي والحب الكبير والإمبراطورة. خليت شيء يختلف، إذا الناس حابة الجوزاء تاخذ البوكس وتجرب جميع العطور أو ليو. هذه شغلة نزلت بالإضافة إلى ذهب وفضة. ذهب طبعا هو خشب البود ممزوج مع مسك الغزال والعنبر والبخور، ورشوش فضة مكوناته من الفانيلا الناعمة والتونيكا الحلوة والتبغ.